شارك الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني كضيف شرف في الاحتفال الذي نظمه الجيش الباكستاني بمناسبة يوم باكستان، وذلك تأكيدا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وجرت مراسم الاحتفال بمشاركة فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وعدد من كبار قادة الجيش الباكستاني وجمهور غفير من الباكستانيين والمقيمين وعدد من المدعوين من الدول الصديقة لباكستان. وقد شهد الحفل مشاركة قوة من الحرس الوطني في العرض العسكري الذي أقيم في هذا الاحتفال الوطني ضمن بروتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين لتعزيز مستويات التبادل العسكري. And to you, the contingent of Special Operation Unit of Bahrain National Guard. تحيا العلاقات الأخوية بين باكستان ومملكة البحرين. نتشرف بوجود رئيس الحرس الوطني في مملكة البحرين الشقيقة بيننا، معالي الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ويتمتع البلدان بعلاقات استراتيجية وثيقة. كما رفع سمو رئيس الحرس الوطني أسماء آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وللشعب الباكستاني بمناسبة احتفالات البلاد بيوم باكستان، مشيدا بالعروض العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما أظهرته من كفاءة وجاهزية ومهارة عالية في تنفيذ اللوحات الاستعراضية التي شارك فيها عدد من قوات الدول الصديقة. كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والتي أثمرت عن تحقيق مستوى متقدم من التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين. The king of the battle, men in black, the arm of decision, armored corps ka dasta, chavinda ka mahaz ho ya khem kar, armored corps ne hamesha VT-4, Al-Khalid 1 aur T-80UD tanks shamil hain. Air Defense Command Post, jo Pakistan Air Defense ko dushman ki fizai naklo. معزز خواتین و حضرات، زندگی کرنے والے فوجی افسران کے رنگے چرخ جل اٹھے، کہاں کی گور کیا کفن، بڑھے چلو بڑھے چلو مدنی آزادی کی سلامی کے چبوترے پر ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں.